بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع حركة طالبان باتت بحكم الميتة حتى توعدت الحركة بمواصلة القتال ضد القوات الأمريكية في أفغانستان تجدد الحرب الكلامية بين الطرفين أثار احتمال تصاعد العنف في البلاد بعد أن هدد كل من ترامب وطالبان بمواصلة القتال بعد الانهيار المتسارع للمحادثات وهو ما تجسد على لسان ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة والذي ذكر بأن الطريق الجديد الذي ستسلكه طالبان لإنهاء الاحتلال في أفغانستان هو القتال بحال تعثر المحادثات مجاهد توعد ترامب بأنه سيندم على إيقاف المفاوضات بعد قرابة عام من بدئها وهي التي وصلت إلى مراحل متقدمة كانت على رأسها خطة بالغة السرية تقضي بنقل قادة طالبان جوا لإجراء محادثات مباشرة معهم في منتجع كام ديفيد الرئاسي قرب واشنطن ترامب يعزي تغيير موقفه من المفاوضات بعد تكاثر هجمات طالبان على قواته ولا سيما التفجير الأخير في كابول الأسبوع الماضي والذي أسفر عن مقتل جندي امريكي واصابه 11 اخرين، تغريده ترامب جاءت مفاجئه ليس للطرف المقابل في الحوار فقط وانما للمتابعين الدوليين ككل وهذا ما يراه بعض المراقبين بانها عوده لنقطه الصفر فالسيناريو الافغاني يشبه السيناريو السوري من حيث تواجد القوات الامريكيه فالبنتاغون لن يقبل بالانسحاب من افغانستان سيما وان بنيه جديده وخصبه لعوده نشوء تنظيم الدوله من جديد وتهديد الغرب هي اكثر واقعا وقبولا في ظل تطورات الاخبار